اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد في القناة. رمضان كريم، الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة وبكل ما كتمناو ان شاء الله. غادي نقدم معكم بغرير اللي كيجي بمكونات بسيطة وكيجي ناجح من اول مرة. عمرك غتقولي مازال ما كيصدقش ليا. بغرير اللي كيصدق وناجح وكيجي متقب وايضا المذاق لذيذ. نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، بقوا معايا حتى الاخير باش نشوفوا المكونات. واذا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ما تنساوش تشاركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، وايضا تشاركوا هذا الفيديو مع اصحابكم. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجو في المكونات جوج كيسان ديال السميدة ديال الحرشة، كأس قياس كأس عنبة، وغادي نحتاج هنايا نصف كأس من الدقيق الأبيض وثلاثة الكيسان ديال الماء من الصنبور. غادي نحتاجو هنايا معلقة كبيرة ديال الخميرة المعجونة أولا الفورية. غادي نحتاجو هنايا راس معلقة ديال السنيدة والقليل من الملح، كيبقى على حسب الذوق، وخميرة الحلويات من وزن 8 غرام. غادي نخلطو جميع المكونات في الخلاط الكهربائي. بالنسبة للخميرة الفورية فغادي نخليوها هي آخر حاجة غادي نخلطوها مع المكونات. دابا هنا درنا جوج كيسان ديال السميدة ومعها نصف كأس من الدقيق وثلاثة الكيسان ديال الماء. هنا غادي نذوبو أولا غادي نضيفو شوية ديال الماء للخميرة والملحة والسنيدة، غادي نخلطوهم وغادي نضيفهم المكونات. اخر حاجه غادي نضيف خميره الحلويات، غادي نغربلها باش ما تكورش ليا وسط الخليط. دابا غادي نغطي الخليط ديال البغرير حتى يختمر لينا مدة 15 دقيقة أو 20 دقيقة على حسب الجو. هنا من بعد ما اختمر الخليط خليناه تقريبا 15 دقيقة كيتقال لينا شوية، هنا غادي نحركوه بالمغرفة. غادي ناخذ مقله صغيره اللي ما كتلصقش، يعني المقلات اللي كطيبوا فيها البغرير، غادي نوضعها على النار حتى تسخن مزيان. ومن بعد غادي نضيف اول بغريره وهانتوما غادي تشوفوا كيفاش غادي تصدق لينا. اول خطوه مهمه باش يصدق لينا البغرير فانا كنجهد العافيه حتى كنبدا نشوف دوك الثقوب على البغريره، ومن بعد حتى الاخير عاد كنقص ليها شويه باش ما تحرقش من التحت وكنخليها تطيب على خاطرها. دابا انا مجهده ليها العافيه، هانتوما كتشاهدوا. هنا ملي كنشوف البغريره كلها تقبات عاد كنقص العافيه وكنخليها تطيب من الفوق على خاطرها. المرحله الثانيه فمن بعد ما طيبت البغريره الاولى فضروري كندوز المقله في الماء بارد وكنمسحها كنشفها، عاد كنوضع اولا كندير البغريره الثانيه. هذه خطوه كنديرها في البغرير كامل.
كما كتشاهدوا فجميع البغريرات كلهم تقبوا وكلهم ناجحين. نتمنى انكم تجربوا هذا البغرير هذا لهذا الشهر رمضان، ونتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. وهذا هو الشكل النهائي من بعد ما كملت الكميه اللي عندي، ودائما الكميه كتبقى على حسب عدد الافراد، ممكن تضعفوا الكميه. نتمنى انكم تجربوه، راه كيجي ناجح 100% ومن اول مره كيجي كله مثقب وزوين. ما تنساوش تخليوا لي اعجاب، وايضا تشاركوا هذا الفيديو مع اصحابكم وعائلتكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى وصفه قادمه ان شاء الله. الى اللقاء.